بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نترحم على جميع الشهداء الأوفياء الذين ضحوا من أجل حرية الإنسان والأوطان في كل مكان. الرحمة على شهداء ثورات الربيع العربي الذين جعلونا أن نتحدث بحرية وفي كثير من الأمور حيث تفتح عليها الفكر والعقل للإنسان العربي، لا بل للإنسان في العالم بشكل عام. هي ثورات شعبية اجتماعية إنسانية وسياسية. هي ثورات شعبية عربية بامتياز، تفجرت كنتيجة طبيعية لما وقع ومورس على هذه الشعوب من قهر وظلم واستبداد. هي الثورات التي أخذت في وضع حجر الأساس لحياة جديدة لشعوب المنطقة، وهذا يكمن في نبل أهدافها الإنسانية في الحرية والعدالة والكرامة الاجتماعية، حيث كان يمكن لها أن تضع حداً لكثير من الخلافات والاختلافات المتوارثة تاريخياً لدى شعوب المنطقة، والتي يستغلها البعض لتأجيج النزاعات والصراعات وإشعال نار الحقد والفتن بين هذه الشعوب، ولأجل مشاريع لا تخدم السلام أو التطور والتقدم والتنمية لهذه الشعوب. ولذلك اشتد التآمر عليها منذ أيامها الأولى، لأنهم لا يستطيعوا أو يقبلوا أو يتصوروا بأن شعوب المنطقة يمكن أن تعيش بسلام وبحرية وبديمقراطية وبتنمية. ولذلك تمسكوا في الأنظمة العسكرية الدكتاتورية وأخذوا بإنتاجها وتسويقها من جديد، لأنها هي التي خدمتهم على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، وجعلوا أمنها مرتبطاً بأمن الكيان الصهيوني من جهة، وبحماية ودعم الثورة الخمينية الطائفية من جهة أخرى، لتكون اللاعب الأساسي في الانقسام الحاد للعالم الإسلامي من خلال رفع شعار تصدير الثورة الشيعية الخمينية، معتمدة على جهل وفقر الشعوب وتحقيقاً لطموحها في إعادة إحياء الإمبراطورية الفارسية في منطقة الشرق الأوسط. إذن هي الثورات التي أسقطت القناع عن وجه العالم القبيح، هي الثورات التي أسقطت القناع عن وجه العالم القبيح الذي يدعي الإنسانية والعيش بحرية أو المحافظة والدفاع عن حقوق الإنسان، لأن ما يجري في بلاد الشام والرافدين واليمن من حروب وإبادة جماعية وبصمت دولي لا يمكن تفسيره إلا موافقة وتآمر، حيث فاق كل تصور ولم يعد يقبله العقل البشري. حيث الثورة السورية وبأعوامها الخمسة مرت بكثير من المحطات والمراحل الصعبة والقاسية، بدءا من القتل والتهجير المتعمد إلى استخدام الأسلحة الكيماوية والقنابل العنقودية والفوسفورية والغازات السامة، إلى وضع البلاد تحت الاحتلال الروسي والإيراني، مما أدى إلى نزوح وتهجير أغلب سكان المجتمع السوري إلى خارج حدود الوطن، طالبين اللجوء والأمن والأمان لدى مجتمعات وبلدان تفاوتت بها المعاملة الإنسانية والثقافة والأخلاق والقوانين، مما انعكس سلباً على أوضاع اللاجئين السوريين في دول الاتحاد الأوروبي أو في الدول العربية على حد سواء. إخوتي الأعزاء، نرحب بالأستاذ ناصر عمران بن ساسي، نائب رئيس رابطة الجالية السورية في ليبيا، وكونه عضو في مجلس الوفاق الوطني الليبي ورئيس لجنة الحصر والإحصاء للجالية السورية في ليبيا. كما نرحب بالأستاذ عبد الله بانون، المحامي والقانوني المعروف في طرابلس وأحد الأركان الأساسية الثقافية في مدينة طرابلس. فسوف يكون لنا حوار بعدة أمور تخص مجتمعنا السوري أولا، وثورات الربيع العربي ثانيا، لأنها جميعها كانت متشابهة في الظروف وفي المراحل التي تمر بها.
فبداية نبدأ مع الأستاذ ناصر عمران بن ساسي وليحدثنا كونه أحد الناس البارزين والمهمين في الرابطة بكونه نائب رئيس الرابطة، وعايش السوريين عن قرب وعانى معهم الكثير، وربما عانى خلال الخمسة سنوات الماضية أكثر بكثير من السوريين. فماذا تتفضل أستاذ ناصر لتضيف بهذا الموضوع؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. أولا أترحم على أرواح الشهداء في الربيع العربي، ونتمنى الشفاء للجرحى والمصابين، ونتمنى عودة المفقودين. ثورات الربيع العربي نجحت في لأن هي ثورات ناضت من أجل الحرية ومن أجل انعطاق الإنسان، إن الإنسان خلق ربي حر. فالثورات الربيع العربي نجحت في تحقيق هدف اللي هو الحرية، وفشلت في باقي الأهداف اللي قامت من أجلها الثورات الربيع العربي. ثورات الربيع العربي قامت من أجل تحقيق العدل والمساواة بين الناس، ورفع الظلم والمعاناة، وإعادة كتابة التاريخ لهذه البلدان والشعوب. ولكن في يد متربصة لهذه الثورات لإفشالها وإعادة المنظومة السابقة إلى عهدها، ثورات الربيع العربي قاموا من داخل شعوبهم ومن داخل بلدانهم دون قائد في هذه الثورات، ودون محرض لهذه الثورات، ودون مرشد لهذه الثورات، ولكن فشلت في تحقيق الهدف الأساسي، وهو اللي الحاجة الوحيدة اللي الآن موجودين احنا في رابط الجالية السورية. هذا هدف من الأهداف اللي كنا نبحث عنها زمان، كانت مستحيل انك انت في مؤسسات المجتمع المدني او اي جهة خاصة او اي جهة عامة الا باذن من المسؤولية ومن الاجهزة الامنية والاجهزات العلاقة، تبدأ امداير 50 كتاب باش يوافقوا لك على هذا اللقاء. اليوم الحمد لله هذا انتصار للحق وانتصار للكلمة، لان الكلمة اقوى من صوت الرصاص، الكلمة اقوى من صوت القنابل العنقودية. الان الذكرى 5 للثورة السورية، الثورة السورية فعلا انتصرت برجالها وبنسائها وبأطفالها وبشيوخها، وانتصرت على أكبر قوة وهي القوة الروسية الإيرانية. الآن من يقتل في الشعب السوري هم إيران، وعلى رأسهم اليد امتحم حزب الله في لبنان. من يقاتل في السوريين داخل الأراضي السورية هم ليس سوريين، ولكن هم دخلاء لسوريا، يريدوا أن يقسموا هذه الدول إلى دويلات وإلى بلدات، بالمعنى الأصح بلدات وليس دولات، بلدات لكي يسيل هم المال والجاه والسلطان. وعلى رأس هذه العصابات المجرمة هي إيران. إيران تعيد المجد الفارسي، تعيد الأمة الفارسية، تحقق في أمجاد، وهي من تدعي أن هي
حرية الإنسان والصحافة وحرية الرأي وحرية التعبير والكتابة وكذا، ولكن في إيران الآن يشنق الكتاب والصحفيين والأدباء على مشانق السيارات، على مشانق الرافعات. الرافعات صنعت لتحمل الأثقال من الأرض إلى المكان المعين، ولكن في إيران استعملت هذه الآلات لقمع الكلمة الصادقة والكلمة الهادفة. وفي داخل سوريا التحق بهم عنصر مصاحب لهذه الجهات، وهي حزب الله، اللي الآن يحاول يبني حسينيات في ليبيا، في تونس، في المغرب، يحاول أن يدخل الفكر الشيعي للمغرب العربي وعلى رأسهم ليبيا وتونس والمغرب والجزائر حتى يوصل موريتانيا. دخلت قوة كبيرة على الخط في سوريا، وهي من أجل حماية المدنيين، وهي روسيا، دولة عظمى، الاتحاد السوفيتي السابق. الآن يقتل في السوريين بأقوى وأحدث الطائرات الروسية. بشار يقذف في البراميل المتفجرة، هادم جابوا قنابل أقوى من القنابل الذي يستعمل فيها النظام، وبدأ يقتل في الشعب السوري، وبدأ يدمر في البنية التحتية للشعب السوري. هل هذا هو الحرية؟ هل هذه هي الحرية التي قاموا من أجلها السوريين؟ هل هذه هي المبررات اللي يقصوا فيها بالشعب السوري؟ هل هي مبررات أنهم هذو مجرمين؟ هذو يدافعوا عن أرضهم، هذو يدافعوا عن شرفهم، هذو يدافعوا عن أرضهم، هذو يدافعوا عن ملكهم، هذو يدافعوا ويضربوا في واحد يبي يحكمهم بالسيف. يا أما نحكمكم، يا أما نقتلكم، يا أما نجزئ سوريا، يا أما ندير لكم. الآن أكثر من 10 ملايين سوري مهجرين، أكثر من 1,000,000 شهيد في الثورة السورية. زمان نقولوا الثورة الجزائرية قدمت 1,000,000 شهيد، الآن الثورة السورية تفوق 1,000,000 دون الغرق في البحر. الآن السوريين يعاملوا في دول أوروبا مثلهم مثل أي إنسان مليش أي قيمة، في حظاير على الحدود، النساء والأطفال والشيوخ. هل هذا هو الصحيح؟ أين الأمم المتحدة من هذا المشروع الصهيوني الإمبريالي السوفيتي الأمريكي؟ أين العرب؟ أين المسلمين؟ الآن سوريا تقطع، سوريا الآن تقطع. أنا أتكلم لأني مهتم بالشأن السوري، أنا لي 5 سنوات وأنا في هذا المكان، نعرف ما يدور في سوريا، نعرف ما يدور داخل المخيمات في ألمانيا. الآن السوريين تقطع بهم السبل في الأردن، في تركيا، في لبنان، في العراق. يعني الآن السوريين خلاص الآن أصبحوا مشتتين. الآن السوريين يدفعوا في ضريبة أكثر من ضريبة الدم. إلى متى هذا المسلسل؟ لمتى هذا المسلسل؟ لأن الآن الناس يقتلوا فيهم بدم برد، الناس الآن ينتهكوا في أعراضهم، يأخذوا في أموالهم. الآن إلى أين؟ إلى أين ذاهبين بهذه الأمة؟ هذه رقم واحد. رقم اثنين، الحمد لله في ليبيا عندنا جالية تفوق 300,000، ولكن الحمد لله في ليبيا، رغم أن ليبيا الآن تعاني من مشاكل، تعاني سياسيا واقتصاديا وعسكريا. الآن ليبيا مهددة من الدواعش ومن الدول الغربية لتقسيمها، لانتهاك حرماتها، ولكن الرجال الليبيين والنساء والشيوخ على المحك. ولكن رغم ظروف ليبيا، ولكن استقبلوا أخوتهم السوريين. السوريين في ليبيا عايشين معززين مكرمين، السوريين يعيشون في ليبيا ليس في مخيمات على الحدود،
وليس في كامبوات وليس في معسكرات، بل السوريين جيران للليبيين في منازل مثلهم مثل الليبيين، يقضون في حوائجهم الخاصة والتردد على المحلات والشغل متحهم وعلى المستوصفات مثلهم مثل أي ليبي. الآن السوريين أطفالهم يقروا في المدارس الليبية، يعالجوا في المستشفيات الليبية، فيه تسهيلات لكل السوريين. وهذا احنا لمسناه على أرض الواقع، إن الدولة الليبية والشعب الليبي، هذا الشعب الكريم، هذا الشعب المعطاء، هذا الشعب الذي الآن هو نفسه يعاني ولكن يقسم في رغيف الخيف، رغيف الخبز مع أخوته السوريين. الآن الحمد لله الثورة في ليبيا انتصرت، ولازال الثورة تنتصر كل يوم. يكفينا نصر وفخر أن احنا الآن نتكلم في السياسة، نتكلم في جميع الأمور ما يخص الدولة، نناقش الميزانية، نناقش كل الأمور. ليس هناك أي خط أحمر على أي ليبي أنه يناقش في أي موضوع. الحمد لله أمورنا السياسية الآن كويسة، أمورنا إن شاء الله رغم المعوقات ورغم تجار الفاسدين واللي حاقدين على ليبيا من الغرب ومن الشرق، ومن التصريحات اللي نسمع فيها كل يوم من رئيس دولة إن ليبيا دولة فاشلة، بالعكس ليبيا بعون الله حتنطلق برجالها وبعلمائها وبدكاترة متحها وبالأساتذة وبالتجار وبرجال الأعمال وبكل الناس الخيرة للعطاء. والآن حنخش بعون الله في مرحلة البناء وفي مرحلة التوافق والمصالحة الوطنية الحقيقية، وكل ما يعنيه وما قامت من أجله ثورة 17 فبراير في ليبيا حيتحقق بعون الله. ولكن الثورات تنتصر ولو بعد حين، الثورات لا يمكن تنهزم، لأنها ثورات قامت من الشعب. ومن هو الشعب؟ هو الشعب الذي يقوم على هذه الأرض، هم الذين الآن يدافعوا على أرضهم وعلى عرضهم وعلى مالهم وعلى حدودهم وعلى بحرهم وعلى جوهم وعلى كل ما تعنيه الكلمة من كلمة مواطنة في ليبيا. الحمد لله ليبيا ما فيهاش لا شيعة ولا أقباط ولا مسيحيين، الحمد لله. احنا حتى أخوتنا الأمازيغيين احنا عايشين معهم، وهذا أخوتنا، احنا يكفينا ان احنا ليبيا قبيلة واحدة وعائلة واحدة ومذهب واحد، مذهب مالكي. ليبيا لن تقبل قسمة على اثنين، ليبيا لن تقبل قسمة على أي موضوع. وإن شاء الله ربي يوفق ولاة الأمور، وإن شاء الله ربي يوفق العباد لما فيه صالح البلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا أستاذ ناصر، شكرا على الحديث والتفصيل. وننتقل الآن إلى الأستاذ عبد الله بانون، رجل القانون والتاريخ والثقافة في طرابلس. أستاذ عبد الله، في جميع الحقب التاريخية وبدءا من انقلاب العباسيين على أبناء عمومتهم الأمويين، وفي ظل الحقبة البهوية والسلجوقية والمماليك والدولة الفاطمية والدولة الأيوبية والدولة الصفوية والدولة العثمانية إلى حكم العسكر خلال النصف الأخير للقرن الماضي، كان دائما يفرض على الشعوب وبحد السيف فكر ومذهب ومعتقد من يقود أو يقوم على السلطة، ولم تعيش الشعوب بحرية أو بديمقراطية أو بشورى حقيقية خلال وجميع تلك الحقب التاريخية. نريد منكم مقارنة واقعية حول أهداف ثورات الربيع العربي الإنسانية من جهة، وإلى حياة ظلم وحقد وسفك دماء خلال جميع الحقب التاريخية السابقة. شكرا. أولاً بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخ قيس، شكرا لكم وللرابطة على استضافتي، وآمل أن الحقيقة أساهم بالنذر القليل والجهد المقل في وقفتنا هذه بذكرى ثورتنا في سوريا، ذكرى الخامسة لثورتنا، ثورة شعبنا السوري الشامي في سوريا الحبيبة. أولا لابد من الترحم على شهدائنا الذين رووا بدمائهم الزكية أرض أوطاننا في كل مكان، في ثورة أو أرض وطننا في كل البقاع من وطننا العربي المبارك الطاهر. هذه الثورة التي تفجرت في أكثر من إقليم من هذا الوطن ففاجأت الجميع وأكدت قول شاعرنا القديم الذي قال: أمة العرب لن تموت وإني أتحداك باسمها يا فناء. وما هذه الثورة إلا إحدى هبات شعبنا العربي عبر التاريخ ضد الطغاة، نشدانا لحرية الوطن والمواطن ودفاعا عن مقدساتنا وتراثنا. وما شعبنا في أرض الشام المباركة إلا فصيل مرابط دائما لصد غزوات الأعداء، سواء جاءوا من غرب الوطن أو شرقيه. فما وهن هذا الشعب يوما وهذا الفصيل يوما ولا استكان ولا ضعف في صد الأعداء وقهرهم، وحما أبناؤه حدود الوطن واستردوا القدس ثالث الحرمين الشريفين. وما كانت سوريا الكبرى دوما، أقول سوريا الكبرى التي جزأتها معاهدات المستعمرين وعلى رأسها معاهدة اتفاقية سايكس بيكو طبعا، وكلكم تعلمون هذا، التي مزقتها إلى دويلات، كانت دائما سوريا الكبرى مفتحة الأبواب، مرحبة بالليبيين في كافة ظروف الضيق والعنت. ولو أن شعبنا الليبي اليوم وفي الأزمة السورية، وهو وشعبنا أيضا يعاني أزمة كما تعلمون ونحن نعيشها معا الآن، لما يرحب بإخوتنا السوريين فإنما يرحب بإخوته في بيتهم وفي دارهم، ولا يرحب بضيوف ولا غرباء عنه. هذه الظروف، الأزمة الصعبة التي يعيشها وطننا، ما هي إلا مرحلة أو محطة من مراحل الغزو المستمر على أوطاننا العربية الإسلامية عبر التاريخ. لقد وثقت كتب التاريخ مئة مؤامرة استعمارية ومئة مخطط صليبي لتقسيم هذا الوطن. وما تقاعسوا يوما ولا نسوا ثاراتنا، ثارأتهم معنا يوما. جورو وموقفه على قبر صلاح الدين رحمة الله عليه معروف، بطل الإسلام الذي استرد القدس، عندما قال: ها قد عدنا صلاح الدين، أو في رواية قرأتها أمس: اليوم انتهت الحروب الصليبية يا صلاح الدين. فما وهنوا ولا ضعفوا يوما ولا استكانوا ولا نسوا ثاراتهم معنا. المؤامرة مستمرة والحرب مستمرة، وقد انتصروا علينا في أكثر من معركة. لماذا؟ لفرقتنا. لم نقف أو لم نعي معنى الآية الكريمة: ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نحن متفرقون، نحن مهزومون في داخلنا قبل أن يهزمنا العدو المستعمر. نحن متفرقون، تداعت علينا الأمم كما تداعى الأكل على قصعتها، ولن يخرجنا من مأزقنا
إلا توحد كلمتنا أولا، ولا أقول توحد دولنا، فهي أمر واقع الآن، قد يكون من الصعب في الوقت في الحاضر المنظور أو المستقبل القريب أن نكون دولة واحدة، ولتكن لنا حتى في أعدائنا، حتى في الصليبيون الآن يتقوون، يبنون الاتحادات ويبنون الدول الكبرى، وما الاتحاد الأوروبي علينا ببعيد، أهو جارنا الآن دولة واحدة، برلمان واحد، مجالس موحدة تشريعية، عملة واحدة. وكنا نقول هذا في السبعينات، ونحن نقول من الأسبق للاتحاد، هل نحن أم هم؟ عندما توحدت مصر وسوريا، وعندما توحدت ليبيا وسوريا ومصر، وعندما توحدت ليبيا ومصر والسودان، كنا نقول يجب أن نسبقهم، وكان هذا الصوت مرتفع جدا في ندوة الفكر الثوري في أول السبعينات في طرابلس. المؤسف لم يكن هناك إلا سوق أوروبية مشتركة في ذلك الوقت، ولكنهم كونوا اتحادهم الأوروبي، وما زالوا يسعون إلى تكوين اتحادات أكبر، ونحن نتخاصم ونتحارب ونتنازع على هل يكون لنا اتحاد جمركي أم لا، هل تكون لنا عملة أم لا، هل يكون لنا تكامل اقتصادي أم لا. نحن ننال من أنفسنا ومن قوتنا قبل أن ينال منا عدونا، نحن نساعد العدو على أنفسنا. نختلف، بالله عليكم أريد عاقلا يقول ما هي الحرب الآن القائمة في اليمن بين اليمني وأخيه، ما هي الدواعي التي قسمت شعب السودان، ما هو الكلام الآن على الفيدرالي بالنسبة لليبيا الواحدة طول عمرها عبر التاريخ، سواء كان اسمها ليبيا أو كان اسمها طرابلس الغرب أو كان اسمها طرابلس وبرقة. لماذا هذا التشرذم؟ نطلب من عدونا أن يحترمنا ويعملنا حساب، ولكن نحن لا نعمل حسابا لأنفسنا، نحن نضيع عوامل قوتنا يا سادة. وفعلا لم نأكل إلا يوم ما أكل كما يقولون الثور الأبيض. سوريا كيف تقف وحيدة الآن؟ كيف تقف سوريا وحيدة؟ لبنان ليست في وارد سوريا، الأردن ليست في وارد سوريا، العراق مشغولة بأزماتها ومواقفها الدامية التي تقفها. نستغرب أن تخرج لنا الآن في أيامنا هذه أناس وفرق تدعي الإسلام وتدعي أنها تعتنق دين الوحدة والتسامح واليسر والمحبة، تذبح الناس في شوارعنا، في جميع الشوارع، ولم نكن نعتقد يوما أن هذا قد يصلنا عندما سمعنا أن هذا في شمال العراق. اليوم هو في طرابلس، هو في زوارة، في صبراتة، هو في تونس، هو في بنجردان، وفي الجزائر. شيء غريب عجيب، نحن أعدى على أنفسنا من أعدائنا. الآن إذا لم نسمع، إذا لم نعي، إذا لم نقف وقفة صادقة، إلى لم نرجع ما نحن فيه من نزاع وفرقة، فقل على العرب السلام، لن نكون إلا أتباعا أذلاء بفعل أنفسنا. سبحان الله، الشاعر القديم منذ 1500 سنة وأكثر يقول: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا، وإذا افترقنا تكسرت آحادا. كونوا جميعا يا بني إذا اعترى خطب، ولا تتفرقوا أفرادا. شيء غريب عجيب، لو كلمت أي إنسان في الشارع هنا أو في القاهرة أو في دمشق أو في حلب أو في العراق في البصرة أو في أي مكان، في بغداد، في الموصل، في تونس، في الجزائر، نتكلم عن الوحدة ووحدة الكلمة ووحدة الصف. كلنا نكذب، حكامنا جميعا غير صادقين، عندنا اتفاقيات مشتركة في ظل الجامعة العربية منذ 50 سنة أو أكثر، كلها عبر الأدراج أو فوق الأرفف. ليس هناك تكامل اقتصادي، ليس هناك وحدة،
نتكلم على وحدة الدول الحوض البحر الأبيض المتوسط، نتكلم على الشراكة الأوروبية الشمال أفريقية، ونحن لا نتوحد فيما بيننا. شيء غريب عجيب. يتآمر علينا إخوتنا الذين المفروض ينصرون ويقفون معنا، وعندما أقول معنا لا أقصد ليبيا بحال من الأحوال فقط. أين إخوتنا في سوريا الآن؟ شباب عربي يذهب ليحارب في سوريا، تحاربون من؟ هذه الهجمة النصيرية، ولا أتكلم على الدين أو العقيدة، فالكل إخوة، لكن عندما هجمة بمعتقد معين سواء كان سياسيا أو دينيا أو جهويا يريد أن يذل بقية إخوان شعبه ومواطنيه، كيف يكون هذا؟ جرائم حافظ الأسد لا ينساها المواطن العربي، والله مهما حاول الجميع أن ينسون جرائمه، ولا جرائم ابنه الآن، ولا بحار الدماء التي تسير، ولا التخريب الحاصل الآن في دمشق وغيرها من مدننا في الشام. سؤال مهم استاذ. تفضل سيدي. بدي قاطعك. سؤال استاذ عبد الله، الشيعة الفرس كان لهم دور سلبيا وأساسيا في معظم خلافات واختلافات شعوب المنطقة أو أنظمة الحكم المتعاقبة فيها، بدءا من مساعدة العباسيين في انقلابهم على بني أمية وإبادتهم وملاحقتهم في كل مكان، ملاحقة كانت سيئة جدا وإبادة سيئة جدا كانت لهم، إذن ومطاردتهم وملاحقتهم في كل مكان وغيرها، أمور كثيرة. ولكن الذي نريد توضيحه أو الحديث عنه الآن هو أن هناك حدثين مهمين وبارزين ولا يقلان خطرا عن بعضهم البعض على الأمة العربية والإسلامية. الأول هو إعلان الكيان الصهيوني فوق جزء من تراب فلسطين عام 1948، والثاني هو الثورة الشيعية الخمينية في إيران عام 1979. ما هو مدى التقارب والارتباط بينهم، لأنهم الآن في محور واحد ضد طموح شعوبنا العربية في الحرية وفي السلام؟ نريد الحديث عن أوجه التقارب والارتباط بينهم، لأنهم الآن في خندق واحد وفي صف واحد مع نظام الأسد فيما يقوم به، ومع الأطراف الشيعية الأخرى في العراق ما يقومون به تجاه أمتهم العربية والإسلامية. سيدي، هو هذا التشرذم وهذه الفرقة التي حصلت منذ الفتنة الكبرى عندما كان جيل الصحابة والتابعين، هذا التشرذم هو الذي أضر بأمتنا الإسلامية التي أخبرنا رب العزة وقدر وقرر لنا أن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون وأنا ربكم فاعبدون. هذا التشرذم الحقيقة قد يكون ساهم فيه الجميع، ولكني لا أريد أن أغوص عبر التاريخ. آل البيت ونكبة آل البيت معروفة، كون يكون استغلها اليهودي، راح من اسمه عبد الله بن سبأ وغيره، يهود استغلوا وركبوا الموجة واستغلوها وألهوا حتى أوصلوا الإمام علي رضي الله عنه وعليه السلام وكرم الله وجهه، حتى قالوا بتأليهه، أو ادعوا أنه إله، وادعوا أن جبرائيل عليه السلام أخطأ عندما، أو لم يكن أمينا، استغفر الله العظيم، عندما أنزل القرآن على محمد بدلا أن ينزله علي. هذه الترهات التي فتت في عضد الأمة بكل أسف استغلت أبشع استقلال من أعدائنا، سواء كانوا أعدائنا الداخليين من المنافقين واليهود الذين أظهروا الإسلام، أو من أعدائنا الخارجيين عندما بدأت الحملات الصليبية علينا. استغلوا أن الدولة الأموية كانت دولة عربية،
فنفخ المجوس، وعندما لبسوا عباءة الصفوية وغيرها بعد ذلك وعباءة آل البيت واستغلوا، وحاش لآل بيت محمد أن يكونوا كما يدعي غلاة الشيعة، وأقول غلاة لأن من الشيعة ناس أفاضل وناس كويسين وقريبين جدا لأهل السنة، ففعلا استعان بهم اليهودي والماسوني والصهيوني والصليبي. وقصة فلسطين لن أخوض في تاريخها الآن، معروفة كيف سلبت فلسطين وكيف حتى الحكام العرب ساهموا في هذا، الحكام الذي أتى بهم المستعمر عندما استقلينا استقلالنا الظاهر عن الاستعمار الصريح، وأتونا بناس كانوا أشد علينا من المستعمرين لما كانوا يحكموننا حكما مباشرا. إسرائيل دورها معروف، أعداء الإسلام مهما تسووا شيعة أو مهما تسموا، وهناك من السنة من قاموا بأدوار سيئة وكانوا عملاء. صدام حسين لم يكن شيعيا ولكنه كان من أخطر الناس على الشعب العراقي. حافظ الأسد صحيح هو شيعيا أو قريب من الشيعة أو خرج من تحت عباءة الشيعة، ولكنه سوري واستغل استغلال سيء جدا، وكان حوله كثير من أعوانه من أهل السنة، بكل أسف أقولها وقلبي يدمي، ولكني أنا دائما أفضل أن نناقش عيوبنا وأسباب ما نحن فيه الآن بموضوعية، ولا نرمي دائما كما كنا نقول دائما ونحن في مصر زمان، نقول أن المصري لما تقول ليل نهاردة ما غسلتش الصبح يقول والله المستعمر يا بيه، لماذا لم تعامل جارك مثلا وتقول صباح الخير يقول الاستعمار يا بيه، كل شيء يوضع على شماعة المستعمر. استغل قصة الشيعة وظهور الشيعة وغلو الشيعة استغل أبشع استغلال، وكان منهم خونة. أنا أذكر السيستاني، والله أنا لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، السيستاني لما صارت الهجمة على العراق والجيش الإنجليزي دخل من جنوب العراق، السيستاني دخل على دبابة إنجليزية وسمعت نداءه قبل أن يحضر من أمريكا في وكالات الأنباء يطلب من الشيعة في جنوب العراق ألا يقاوموا الجيش، لأنه يريد الجيش الإنجليزي لأنه صديقه يريد أن يخلصنا من صدام حسين. هذا شيعي خائن لدينه الإسلامي إن كان فعلا ما زال مسلما، خائن لوطنه سواء كان العراق أو إيران. هم لا يعرفون مصالحهم، هم يسلمون قيادهم إلى عدوهم ليلعب بهم كما يلعب بالأطفال ويرميهم كما يرمي ورقة الكلينكس المستعملة، سامحني يا أخ خيس، ولكني لا أريد أن أعمم للأمانة. كيف نسعى الآن لوحدة الصف؟ أنا طبعا لست مؤمنا بقصة توحيد المذاهب، أنا أقول لو وصلنا إلى التعايش بين المذاهب هذا هو المقصود. أنا لا أطمع في أن الشيعي يترك مذهبه ليكون سنيا مالكيا أو شافعيا أو حنبليا، ولا أطمع أن السني، وهناك قلة أنا أعرف وقرأت لهم ضحكوا عليهم ودفعوا لهم دولارات، من فيهم واحد تونسي عالم تونسي كبير، وفيهم واحد مصري برضو عنده قناة مصرية اعتنقوا، قالوا ظاهريا أنهم اعتنقوا المذهب الشيعي. واحد يقول شني الحمد لله وكذا لأني أسلمت، الحمد لله لقد اهتديت، اهتدى يعني دخل المذهب الشيعي. واحد اسمه السماوي عالم معروف في تونس ومرحبين به الشيعة وكذا. أنا لا يهمني كل واحد ودينه، النصراني كاثوليكي قبضي غير زنجي في السودان وثني أو مسيحي أو مسلم سني أو شيعي، الآن نحن نتكلم على الوطنيات وعلى التسامح الإسلامي. محمد صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة المنورة، معروف من أول أعماله عليه الصلاة والسلام وثيقة المدينة، وثيقة المدينة التي تبدأ، ولما كنا صغار شباب يعني ما زلنا لم نفهم الأمور،
لما تقرأ مقدمة الوثيقة، هذه وثيقة محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، يقول المسلمون في المدينة ويهود أمة واحدة من دون الناس. قل كيف؟ نحن أمة الإسلام، هم اليهود أعداءنا، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، فكيف نكون نحن وإياهم في المدينة المنورة في فجر الإسلام الأول أمة واحدة؟ بعد ذلك الجملة التالية مباشرة تقول للمسلمين دينهم ولليهود أو ليهود دينهم. بدأ ببني عوف ثم ذاكر جميع فئات اليهود اللي أو قبائل اليهود التي كانت موجودة في المدينة. إذن هي قصة مواطنة وتعايش. نحن ديننا لم يطلب منا أن نكره مخلوقا على أن يعتنق ديننا، لا إكراه في الدين، وما دام عايش معاي مسالم فله ما لي وعليه ما علي. أستاذ عبد الله، الحديث عن المواطنة، لنعود الحديث على الثورات. سوف نوجه سؤال للأستاذ حسن الطراح بعد الترحيب بي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن. أستاذ حسن أبى إلا أن يشاركنا من أخوتنا في القلعة. أستاذ حسن، ثوراتنا ثورات الربيع العربي، طبعا انطلقت ثورات شعبية جماهيرية غير منظمة وغير مؤطرة، الجميع يعترف بهذا، وغير مؤطرة تنظيميا، وكان التآمر عليها دوليا وعربيا منذ أيامها الأولى، وربما كانت هشة وسهلة الاختراق. إذن هذا كان أحد عيوبها، أنها كانت هشة وسهلة الاختراق، مما جعلها تعاني كثيرا من أمور إلى درجة حد أصبح هناك خوف على أهداف ومستقبل هذه الثورات. كيف يمكن المحافظة على أهدافها من جهة، أهدافها الإنسانية التي انطلقنا أو انطلقت لأجلها، وكيف نعمل لضمان نجاحها من جهة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا سيد الخلق شفيع الأمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه إلى يوم العرض واللقاء. طبعا بالنسبة لثورات هذه الثورات الربيع العربي أو ما سميت بعدما انطلقت، سميت الربيع العربي لم يكن لها اسم في البداية، ولكنها طبعا تفجرت من لأجل تحرير الإنسانية من ظلم هؤلاء الطغاة المستبدين، يعني وابتدأت من تونس المستبد اللي هو زين العابدين بن علي في بداية انقلابه على بورقيبة، كان يريد للشعب التونسي الخير ويريد البناء ويريد بناء المؤسسات ويريد يعني الديمقراطية في تونس، ولكن لم يكمل هذا الشخص، وتلاعبت عليه بعض الأشخاص اللي هم الناس اللي هم المقربين إلى زوجته وغيره، ومارسوا الظلم على الشعب التونسي، مارسوا الظلم على الشعب التونسي، فانفجر ذلك الشعب وأراد تحرير هذه تلك القيود والخروج إلى والخروج والتعبير عن إراداته وطلبه للحرية. تفجرت الثورة بعد ذلك في مصر، واستطاع الشعب المصري فعلا الإطاحة بنظام النظام المستبد الدكتاتوري حسني مبارك، ونجد الثورة تتجه إلى ليبيا. أنا أقول أن الله سبحانه وتعالى كان نصر هذه الشعوب لأنها ظلمت، لأنها ظلمت، وراد الله سبحانه وتعالى أن ينصر ويحرر هذه الشعوب. فكانت الثورة في تونس وانتقلت إلى مصر وبعدها في ليبيا، كان لذلك دور مهم ودور هام،
حيث استغلت المنطقة الغربية من ليبيا الدخول إلى تونس، الدخول إلى تونس والهجرة إلى تونس، وطبعا الاستفادة منها سواء كان في الإغاثة أو في أن تونس استقبلت النازحين. لأن لو كان النظام الزين موجود والله ما دخل ليبي إلى تونس. وأيضا في مصر عندما قام الثورة في مصر أيضا استفادت المنطقة الشرقية بالإغاثة من مصر ودخول النازحين إلى مصر واستقبالهم وغير ذلك، لأن كان طبعا نظام القذافي كان نظام يعني نظام قوي، نظام جبار، نظام حاسم، نظام أراد أن يقتل الشعب، نظام يعني بكل ما تعنيه الكلمة أنه كان جبروت ويريد أن فعلا لو أن الله سبحانه وتعالى لم يسخر وفتحت هذه الأبواب سواء المنطقة الغربية أو الشرقية لقضى على نصف الشعب، ولكن الله سبحانه وتعالى سخر لهذا الشعب أمور لم تكن في الحسبان ولم تكن في الوجدان أنه خرج إلى تونس وخرج، وسخر هؤلاء النصارى للقضاء على هذا الظالم وهذا الطاغية. وبالفعل إرادة الله سبحانه وتعالى انتصرت على هذا الظالم وعلى هذا الطاغية. ولكن نأتي إلى الاستاذن منك معنا المداخل من ألمانيا أنت على الهواء يا حسين مداخل من ألمانيا حاليا لأن عندنا مداخلة من ألمانيا من الأستاذ حسين الحمداوي. السلام عليكم. أهلاً وسهلاً بك سيد ناصر. أنت على الهواء يا حسين. أحكي لنا على أوضاع الجالية السورية في ألمانيا وكيف، وأنت كنت بحكم أنك أنت كنت في ليبيا والآن انتقلت إلى ألمانيا، نبوك تحكي لي 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 للأمة كلها، للوطن كله، العالم العربي والإسلامي وحتى العالم المسيحي، ماذا يحدث في ألمانيا لإخوتنا السوريين اللي عبروا البحار من ليبيا إلى ألمانيا ومن أي مكان وصلوا ألمانيا. نبوك تعرف المشاهد والمستمع في هذه الأمسية الطيبة على قناة جزيرة المباشر. مباشر على هذا النقل الحي والمباشر الذي الآن نشاهده ونستمع إليه، وأشكر أيضا الأستاذ قيس العربي رئيس رابطة الجالية السورية في ليبيا. بداية أخ قيس، يعني هنا نحن نشكر الحكومة الليبية ونشكر المؤسسات المجتمع المدني في طرابلس لدعمها للسوريين ولدعمها لكل أبناء الجالية السورية المقيمة في طرابلس، ومن خلال هذه المظاهرات التي تعم الآن مدن كل العالم وحتى في الداخل السوري من أجل إيصال رسالة لجميع أنحاء العالم إن السوريين اليوم في الذكرى الخامسة للثورة المجيدة هي إيصال رسالة مفادها إن السوريين لازالت ثورتهم مستمرة حتى الآن لإسقاط هذا النظام، النظام الذي عجز عنه العرب والعجم في آن واحد عن إسقاطه في حجة إن هناك طوائف وحجة إن هناك دعم جنسي للدول وميليشيات كبرى كروسيا وحزب الله اللبناني. فأخ قيس، اليوم اللاجئين السوريون يدفعون كل ما فيهم ويموتون موتا وحرقا ودمارا وإجراما من هذا النظام، حيث ينتقلون من بلدانهم نتيجة لقصف الطائرات ونتيجة للبراميل المتفجرة ونتيجة للتهجير وخوفا على أولادهم وزوجاتهم، ينتقلون من مكان إلى آخر وليس أمامهم الآن إلا البحار إلا المهددين إلا عصابات التهريب، حيث يأتوا إلى كل مكان. اليوم الدخول من تركيا من سوريا إلى تركيا يحتاج إلى مهرب، ليس كالمعتاد أن تدخل الآن يعني. يا أخي حسين، ننتهز الفرصة اللي بتحكي لنا على أخوتنا السوريين الآن اللي في ألمانيا اللي خرجوا من ليبيا الآن في ألمانيا، اللي بتحكي لنا على وضعهم الصحي والإنساني والتعليمي الآن. هنا اللاجئين أعداد كثيرة من اللاجئين في ألمانيا من السوريين،
الآن الحكومة الألمانية قائمة على قدم وساق في من أجل دعم هؤلاء اللاجئين وتأهيلهم ودمجهم وإدخالهم المستشفيات من يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى وإدخالهم المدارس من يحتاج إلى تعليم من خلال الكبار. أما الأطفال الصغار الذين يدخلون إلى ألمانيا يدخلون مباشرة إلى المدارس حيث يتعلمون اللغة الألمانية ويندمجون في هذا المجتمع. ألو، أيوة حسين، ألو ألو. أنا على الهواء أسمعك سيد ناصر. أكمل. نحن الآن هنا في ألمانيا الكل يعمل وهناك مؤسسات مجتمع مدني أيضا في ألمانيا تحاول دعم هؤلاء اللاجئين من خلال إيشادهم إلى المدارس المهنية ومن أجل دمجهم في هذا المجتمع لكي يعيشوا حياة سعيدة وحياة كريمة. كذلك الآن هناك منظمات مجتمع مدني في برلين وهناك نشطاء أيضا سوريين يقومون بأعمال إنسانية، ولكن هنا الحكومة الألمانية غير مقصرة تجاه اللاجئين، فهي تقوم بدعمهم ماليا واجتماعيا وتعليميا وصحيا. كل هذا الآن موجود في الحكومة الألمانية، ونطلب من كل حكومات الوطن العربي ومن الحكومة الليبية الآن أن تحذو حذو ألمانيا بإعطاء اللاجئين السوريين بطاقات أو تراخيص سفر أو جوازات سفر حتى ولو مؤقتة كما تفعل الحكومات الأوروبية هنا، حيث تعطى اللاجئ جواز سفر هو عبارة عن وثيقة سفر ألمانية يستطيع اللاجئ أن يتحرك بها. ونطلب من كل الحكومات أن يحذو حذو الحكومات الأوروبية، ونطلب من كل ما يسمى أصدقاء الشعب السوري أن يحذو كما تحذو حكومات الدول الأوروبية هنا بإعطائهم وثائق سفر للاجئين من أجل أن يتحركوا أو يستطيعوا أن يذهبوا أو يأتوا. الآن جواز السفر السوري أصبح غير مفعل وربما ينتهي ويذهب إلى سفارة، والسفارات السورية اليوم أغلبها حول العالم هي مافيا أو ميليشيات كما نسميها صح التعبير. رسالة وصلت. طيب شكرا استاذ حسين، شكرا لك وشكرا لجميع الاخوه في المانيا، بارك الله فيكم. الاستاذ حسين حمداوي طبعا من برلين، رئيس مكتب الرابطه في برلين. اخوتي الاعزاء، لقد نوه الى امرين ضروريين، امرين مهمين جدا. الحديث عن وثائق السفر التي يتحصل اليها او تحصل اليها الاخوه اللاجئين في اوروبا، هي الفكره انطلقت من ليبيا من عام 2013 عندما طلبنا من الأمم المتحدة هذا الطلب قبل الأوروبيين، قبل أن يتخذوه ويعتمدوه الأوروبيين. نحن كرابطة طلبنا من ممثل الأمين العام الخاص كان آنذاك الدكتور طارق متري، طلبنا هذا الطلب بأن في إصدار وثائق سفر للأخوة اللاجئين السوريين في ليبيا ومعاملتهم كمواطن ليبي لكن بجواز سفر تحت اسم وثيقة لاجئ. الفكرة لقد تم تطبيقها في أوروبا، وهناك أفكار أخرى أخذت منا ونحن من بادر فيها، وتم تطبيقها في تركيا ولبنان والأردن. وأترك الحديث للأستاذ ناصر يتحدثكم عن الموضوع لأنه موضوع مهم جدا للأخوة اللاجئين في ليبيا، وهناك حتى أسئلة كثير وحقوق نطالب بها، حقوق لم نتحصل عليها بسبب الخلافات السياسية التي كانت موجودة في ليبيا على مدى 3-4 سنوات الماضية. تفضل أستاذ ناصر. أولا شكرا أستاذ قيس. أخوي حسين إذا كان شاهد فينا، أنت الآن على الهواء، انت والحاج انت عضو مؤسس في رابطه الجاليه السوريه في ليبيا، والان ماسك انت فرع الرابطه في المانيا. اول حاجه انت بارك الله فيك، ان شاء الله ربي يسهل لك الامور، نبوك ترعى اخوتنا السوريين الاطفال النساء الشيوخ، نبيك تكون فعلا زي ما عرفناك رجل، نبوك تكمل مسيرتك المهنيه انك انت صحفي ومصور، كنت في احد القنوات في ليبيا. الان نحب نبشر نزف بشره لكل السوريين اللي في ليبيا. الان احنا كمكتب رابطة الجالية السورية في ليبيا الآن لنا 5 سنوات من قيام الثورة في سوريا وفي ليبيا، وهذا المكتب البسيط الصغير المتواضع، ولكن نشتغل في شغل
24 في 24 يعني المكتب نخدم 24 في 24 في 24. الآن احنا بعد التنسيق مع الدولة الليبية ومع الأجهزة الدولة الليبية زي ما قال الأستاذ قيس العربي رئيس الرابطة، احنا من قدمنا المبادرات في 2013، من قدمنا المبادرات ان يديروا جواز سفر لكل السوريين، جواز سفر لفترة محدودة، لأن الآن الشعب السوري يعاني لي 5 سنوات ولازال يعاني، والله أعلم أمتى بيستقر وتنحل هذه المشكلة وهذه الأزمة اللي في سوريا، الأزمة السياسية الاقتصادية العسكرية الخانقة والقاتلة للشعب السوري البسيط. بعد جهود ومخاطبات ومراسلات، وكان بصراحة أننا نترحم دائما على كل الشهداء، ولكن نخص في هذه الأمسية الطيبة على مستشار عام رابط الجالية السورية في ليبيا، رجل الأعمال والرجل الخيري، ودائما كان يده ممدودة للعطاء، وكان عقله وفكره وقلبه دائما في دمشق، دمشق قلب العروبة النابض، وهو المرحوم بإذن الله تعالى الحاج سالم الصغير قدح. فهذا الرجل هو من صراحة كان يعطي فينا في المعلومات ويوجه فينا، احنا كنا نجيبه في مواضيع فكان يوجه فينا للخير كيف احنا نستثمر هذا الموضوع. ووصلنا الآن احنا إلى اتفاق مع كل الأجهزة، أنا بصراحة نشكر كل من ساهم في هذا البناء وهذه الرابطة الجالية السورية في ليبيا. الآن احنا نعول زي ما قال أخوي قيس العربي يوم 23/1 في المهرجان طرابلس الدولي للطفل اليتيم، جيت من سوريا عندي 5 أطفال، الآن عندي 500,000 طفل، يعني الآن يعول في شريحة كبيرة. عندنا أم شهيد مقعم زبحدانة، يعني هذه المرأة المناضلة المكافحة وهي عضو في رابطة الجالية السورية في ليبيا، وعندنا مناضل معنا أخونا أبو عشير وهو أحد السوريين المناضلين والداعمين لهذا المكتب وغيره وخيره وأكثر من هذا العطاء، وهو ولكن في سبيل مصلحة تحرير سوريا ودعم الثوار ودعم الثورة بالعقل وبالكلمة الطيبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبقني عمي عبد الله بنون لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا وهو إمامنا وهو شفيعنا يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وسلم أشرف مخلوقات الله على الأرض، شين قال لرب العالمين رب العزة رب الجلال رب الكريم رب الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارق المصور الفتاح العليم، لا إله إلا أنت رب العرش العظيم أستغفرك وأتوب إليك. شن قال لربي؟ قال إنك لعلى خلق عظيم، قال لي سيدنا محمد اللهم اجعلنا من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، من يحشرون النبي صلى الله عليه وسلم، قال له إنك لعلى خلق عظيم وإن أرسلناك رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة وهو في قوة لما خشت مكة كان بقوة، كان بجيش بسلاح، ما قالش اليوم كذا، لا 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 لا، قال ومن دخل داره فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبو سفيان فهو آمن. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الأمان، أعطيه الأمان للمشركين والمرتدين، أعطاهم الأمان اللي كانوا يضربوا فيه ويسبوا فيه ويتآموا أنهم بيقتلوه، ورغم أنه هو كان معهم كريم، النبي صلى الله عليه وسلم كان معهم كريم. النبي صلى الله عليه وسلم لما طلعوه من مكة هو وعمه وأهله وزوجته وأصحابه ومناصريه حطوهم في الشعاب، الآن شوفوا أنتوا أمتى هذاك الوقت، واليوم شوفوا السوريين الآن يموتوا من الجوع، السوريين الأطفال والنساء والشيوخ والكبار الآن يموتوا من الجوع. اصحوا يا مسلمين، اصحوا يا مؤمنين. أنا أول حاجة مبشر أخوتنا السوريين الآن بعون الله عندهم مستحقات 500,000، هذه مستحقات السوريين المقيمين في ليبيا، احنا كرابط الآن نسعوا معهم، قدمنا رسالة لبن كيمون، قدمنا رسالة للمؤتل للأمم المتحدة في ليبيا، قدمنا رسالة لمفوض اللاجئين، قدمنا كل المستندات
صرف هذه المنحة للشعب السوري المقيم في ليبيا. أنت لما تعطي هذا المبلغ سيستفيد منه السوري في التعليم والصحة والأمن والزراعة في كل مكان في حياته اليومية سيستفيد منه هذا السوري. رقم واحد الآن عندنا خطوة وإحنا بدنا فيها في 2013 الآن. أو أستاذ حسين يكلم فينا من برلين قال لك خدمة في الآن في ألمانيا يشتغلوا فيها، الآن في لبنان يشتغلوا فيها، الآن صدرنا كتيب عائلة لكل العائلات السورية لتصليح أوضاعهم. الآن السوريين ما يبوش فلوس في ليبيا لأن عايشين مثل الليبيين، لكن يبوا تصحيح الأوضاع الإدارية. الآن واحد متجوز في ليبيا ما عنداش كتيب عائلة، واحد جاء من سوريا بدون أي إجراءات، الآن نزاد عليه عيل في ليبيا يبي يتم إجراءاته. كيف يتم إجراءاته؟ الحمد لله أن نشكر كل من قائم في السجل المدني من الناس اللي الآن يوجهوا في السوريين للرابطة. احنا في تنسيق مع وزارة الإنقاذ في ليبيا في طرابلس، في تنسيق مع الداخلية، في تنسيق مع الهجرة والجوازات، في تنسيق مع وزارة الداخلية، في تنسيق مع كل ما من يعني الشان السوري وما يهمه الناس السوريين. الآن بعون الله وبقدرة الله وبتوفيق من الله وبعزة من الله وبمعطاء من الله وكل شيء من الله، الله أول شيء، دائما متوكلين على الله. بعون الله سنبدأ في ضم ولم الشمل لكل السوريين. نطالب الحكومة الليبية على الهواء مباشرة الآن. ألمانيا الآن ألمانيا الآن تصدر في جوازات مؤقتة للسوريين. هذه الفكرة يا ليبيين يلي تسمعوا فيها يا مسؤولين في ليبيا في المؤتمر الوطني العام ولا في البرلمان في طبرق ولا في الحكومة في طبرق ولا في طرابلس، الآن هذه الفكرة طلعت منكم انتو. دعم الشعب السوري اللي بدو فيها في 2013 رأي الفكرة طلعت من ليبيا، رأي من دماغات ليبيين، من ناس محامين، من ناس قضاة، من ناس في مؤسسات المجتمع المدني. من هذا المكان انطلقت هذا موضوع الدعم للشعب السوري وذهبنا إلى تركيا. الآن ليبيا عندها مخيم موجود في الأردن وعندها مخيم موجود في تركيا. احنا ناشد الحكومة الليبية أن تسرع في إتمام الإجراءات ومعاملة السوريين الآن في ليبيا مثلهم مثل الليبيين. احنا مسلمين، ألمانيا كفار، الآن يصرفون مرتبات يعالجوا فيهم. ونتمنى هذه الرسالة وصلت للحكومة الليبية، وصلت للمسؤولين الليبيين. واتقوا الله في ليبيا، واتقوا الله في الشعب الليبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في وقت مازال معكم. شكرا استاذ ناصر وشكرا لاستاذ حسين في ألمانيا. سوف نعطي فسحة من الوقت لأختنا أم الشهيد أم سليمان، المرأة المناضلة في رابطة الجالية السورية والمناضلة كانت في سوريا عندما كانت تطبخ للأخوة الثوار في غوطة دمشق، وبعد ذلك حط بها الرحال لتكون لاجئة في ليبيا، لكنها ليست كبقية اللاجئات بل هي مناضلة في ليبيا من خلال مكتب الرابطة، من خلال ما تقدمه للأسر السورية بعملها الدؤوب وبشكل دائم. فأختنا مسليمان بهالمناسبة الطيبة والمباركة المجيدة إن شاء الله، شو بتحبي توجهي رسالة لشعبنا السوري ولشعوبنا العربية، شعوب ثوراتنا العربية بشكل عام بهالمناسبة الطيبة إن شاء الله؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء نشكر ليبيا، نشكر أهل ليبيا، نشكر اللي احضنتنا أمكن أولادها، والله احضنتنا الحمد لله وكل شيء بكل شيء إن شاء الله الحمد لله. وبتمنى من الشعب السوري يفتح عدنه، بنتمنى من الشعب السوري انه يشوف يطلع قدامه يشوف كيف عم يصير، كيف عم تروح الشباب، كيف عم يصير الاطفال، كيف عم تاكل الاطفال من عيب اني احكي من الزباله عم تلم الخبز وتاكل. لحد الان انا عم شوفها وعم تاكل، انا مراقبتهم وعم شوف كل شيء. ان شاء الله هيك الله ينصر دين الاسلام يا رب، ينصرنا السوريين والليبيين وكل اوطان العربيه يا رب، كل الاسلام يا رب. شكرا لكم، شكرا. بارك الله فيك اختي سليمان وشكرا لك.
كما معنا الأستاذ يحيى الجندلي أحد المؤسسين في الرابطة، المؤسسين الأوائل في الرابطة وعضو مكتب تنفيذي، له كذلك حديث في هذه المناسبة الطيبة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني الكلام اللي نوهه الشيخ ناصر الله يجزيه خير يعني على تسريع أمور السوريين، يعني الأمور الإدارية بالنسبة لأزونات السفر، نحن ما عندنا يعني أنا مواطن سوري هوني، ما بحسن لا أطلع برات ليبيا ولا بحسن أرجع، إذا بدي أطلع ما بحسن أرجع على عيلتي، يعني بدي أطلع زور أهلي. هلا أنا إلي تقريبا 4 سنوات بليبيا ودخلت سنة الخامسة، يعني بأي دولة من دول أوروبا يعني بسمحوا لنا يا أخي يطلعوا يروحوا ويرجعوا لعند أهلهم؟ أنا محروم، يعني صار مجبر إني أبقى هون مشان ما أنحرم بعودتي لعملي، لأنه أنا هون أسست عملي بليبيا وبدي أروح وأرجع يا أخي، ما عم مشي الحال هذا الحكي. لذلك بنرجو من السلطات الخاصة ومن الدولة الليبية الله يجزيهم خير، يعني جماعة أكرمونا والله يا أخي، بس يعني هالأمور هني الإشكاليات اللي بليبيا هي اللي مانعة هالشيء، إن شاء الله الله ييسر على الجميع إن شاء الله. ونتمنى مثل ما حكوا الأساتذة الأفاضل الله يجزيهم خير تيسير الأمور، والحمد لله يعني وقولنا على قول الأساتذة ما بيعلى، الله يكرمكم جزاكم الله كل خير على راسي. السلام عليكم. شكرا أستاذ يحيى بارك الله فيك. إذن المشاكل أغلبها هي مشاكل إدارية. أخوتي الأعزاء في الختام لا يسعنا إلا أن نشكركم على متابعتكم، ونشكر جميع الأخوة الذين حضروا معنا هذه الأمسية الطيبة وهذه الندوة الحوارية، ونشكر جميع الإعلاميين خلف الكاميرات على عملهم لتأمين التغطية الإعلامية اللازمة. فلكم منا أطيب وأجمل التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.